عندنا LVDT. LVDT هو من أهم الكومبوننتس الموجودة حاليا في كتير تطبيقات. اللينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر هو أهم تقريبا ديفايس لقياس اللينير ديسبليسمنت. وفي ستروكس زي ما حكى زميلكم المرة الماضية, في عندنا ستروكس قليلة جدا بالمايكروميتر أو بعرفش إذا بوصل النانوميتر, وبعدين بزيد عندي بالمليميتر. والمبدأ الأساسي تبع اللينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورم, احنا في عندي هون هلا بنطلع عليه, في عندنا هون مشروع تخرج عملوه مجموعة طلاب. خليني بس أبني الستركشر الأساسي, فراح نجيب هلا هذا بنسميه فورمر. فورمر اللي هو يعني اللي بشكل عليه, والفورمر راح ناخده بهذا الشكل. هاي عندي هون سكندري 1 2 3 4 5 6, بعدين راح ناخذ البرايمري, راح احط البرايمري نفس الطول, مش شرط البرايمري يكون نفس الطول, المهم السكندري والسكندري الثاني يكونوا نفس الطول. فعندي هون 1 2 3 4 5, خلينا احطه حتى 5 حتى يكون مختلف شوي طوله يبين انه برايمري. وبعدين السكندري راح يكون ايدنتيكال مع السكندري اللي هون 1 2 3 4 5 6, نفس الشيء راح اخذ 1 2 3 4 5 6, هي هدول هيك. بعدين هلا راح يكون عندي لازم يكون في عندي هون فتحه حتى يمر منها الماده الفيرومغنتيك, فراح نعمل الان هون راح اخذ هذه هيك وراح اهشر المنطقه هاي. هلا بتشوفوا ليش راح نعمل هاد الشيء. هاي هذا الجزء. هلا راح افترض انه الرود راح استعمل رود ونحركها اللي هي راح تكون عليها الديسبليسمنت. راح افترض انه هذا هو القطر تبعها, فراح نكمل الان بنفس الطريقه سيمتريكال على الجهه الثانيه 1 2 3 4. هاي 1 2 3 4, ننزل لهون وبعدين عندنا بننزل هلا من هون هيك. هلا بدنا هاي تكون هون وهاي راح تكون. هلا هذا اذا بتطلع عليه من هاي الجهه بعرفش راح اقدر ارسمه. هو في عندي هون دائره, هاي السنتر لاين تبعه, وراح يكون في عندي هون دائره بالقطر هذا. وعندي خط مقطع راح يكون هون اللي هو بيمثل هذا الخط اللي موجود هون. هلا هذا بنهشره بنفس الطريقه هاج, وانا اخذت سكشن. عارفين وين السكشن اخذناه؟ هي هون, هي سكشن A. الرسم شوي مش دقيق, بس انا جيت قصيت هذا من هون وبتطلع عليه بهذا الاتجاه تقريبا. هي بعرفش ابينش معكم يمكن هون بسهوله. هي عندي هون هي الفتحه اللي راح يمر منها الرود. بعدين هون ما راح تبين معكم غير اشيل اللزاق. في عندي هاي كويل ملفوف هون, كويل ملفوف هون اللي هو البرايمري, وكويل ملفوف هون السكندري, وطالع عندي المفروض يكون 6 اسلاك, لونين لونين لونين. طالع معي 2 اذا بتحبوا مرروا عليكم بتشوفوه. والبروسيسنج سيركت اللي موجوده حاطينها هم هون اللي هي راح تعمل ريكتيفيكيشن وراح نعمل فلترنج على هذا الاوتبوت. هذه ماده تفلون سهل الاخراطه تبعت. نعم 3 بس, هي هم هدول هم. هلا بكمل الرسم من هون 1 2 3. بعرفش هلا هم اظن لفوهم مباشرا, لفوا يعني اخذوا هذا ومباشر لمحل اللف. هلا ميزه هذا الفورمر بخليك تعمل كويل مرتب, يعني الكويل هون لما يلف يكون جاي الحدود واضحه تبعته, في له حدود واضحه من هون. خلينا نكمل الرسم التهشير. فعندي هلا هذا راح ينزل هيك من هون هيك, وبعدين عندي 1 2 3. وهاي كلها هاشت كمان لأن هاي مقصوصة أصلا, ما قصينا السكشن نقصت هذه معي, بس هذا ما نقص مش هيك, هذا ضل اللي هو هيك مش هيك. وراح يكون في عندي هلا هون راح يكون في عندي كويل راح ألفه وأطلع منه سلكين, وكويل راح ألفه ونطلع منه سلكين, وكل عدد هائل من اللفات يعني ممكن يكون 10,000 او 20,000 لفه. سلك رفيع 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 يعني الدايمتر تبعه 0.3 اوف مليمتر مثلا او 0.2 اوف مليمتر ومعزول طبعا. فالسلك هذا بنلفه هون, سلك بنلفه هون, وسلك بنلفه هون وبنطلع. هذا راح احطه عشان ما اضطرش احط تفاصيله, راح احط اكس. هذا الكويل لو اني قصيته راح اشوف اسلاك مقصوصه من هون مش هيك؟ ونفس الشيء هون ونفس الشيء هلا. هلا هذا اللي بالنص بنسميه البرايمري.
هذول مش كويلين، هذا كويل واحد مش هيك نفسه. هذا اسمه البرايمري، راح يطلع منه سلكين. هذا S1 راح يطلع منه سلكين. هذا S2 راح يطلع منه سلكين. وبعدين عندي رود، راح يكون في الرود. الرود ايش لازم تكون؟ فيرومغنتيك. لازم الرود تكون فيرومغنتيك. هاي المادة مش شرط تكون، هلا بعرفش اذا هاي بتساعدنا اذا كانت فيرومغنتيك المادة اللي هون، بس هاي لازم تكون فيرومغنتيك. غير ميو. عشان لما بدأ بحرك من هون يعني لازم يكون فيها ميو عالي من هون. هلا الرود للأسف مش موجودة، بعرفش وينها، بس يعني بتكون قطرها نفس القطر ولها مسافة. هلا الطول تبعها تقريبا كان يساوي واحد من هدول الكورس. تقريبا، بس هو فيه له حسابات تفصيلية، وفي سيميليشن سوفت وير اسمه فيم، FEMM. FEMM هو فاينايت إليمنت ميثود ماجنتيك، بقدر استعمله حتى احلل اي دائرة مغناطيسية، بقدر احلله بحلله على الفاينايت إليمنت. فهم استخدموه هدول الطلاب، اربع طلاب استخدموا الفاينايت إليمنت ميثود ماجنتيك حتى يعمل بريدكشن للاوتبوت قبل ما يركبه، قبل ما نركب هذا وقبل ما نبنيه يقدروا يعملوا بريدكشن للاوتبوت قديش راح يطلع معنا الاوتبوت از ا فانكشن اوف البوزيشن تبع هذا منه. هلا البرايمري هو اللي بمرر فيه كرنت، بمرر فيه طبعا لازم يكون اي سي مش هيك، فبحط عندي هون اي سي لان هذا ترانسفورمر. هون الترانسفورمر ما راح يشتغل معي لانه دي فاي على دي تي ايش راح يصير؟ زيرو. راح نحط هلا هذا هون، هي هون راح احط اي سي، راح يمر عندي كرنت. هلا هذا صار في كابلينج بين هذا الكويل وهذا الكويل، وفي كابلينج بين هذا الكويل وهذا الكويل، مزبوط؟ بسبب السيمتري بدون وجود هاي الرود اللي من هون، الكابلينج بين هذا الكويل وهذا الكويل مساوي للكابلينج بين هذا الكويل وهذا الكويل، مزبوط؟ باي سيمتري، ارسم خط هيك بالنص، هاي المسافة مساوي لهي المسافة، عدد اللفات هون مساوي لعدد اللفات هون، فالفولتج اللي راح يطلع معي راح يكون اي سي ولا دي سي من هون؟ اي سي، ما بصيرش يطلع دي سي، لأنه أنا بمرر كرنت من هون، بمرر كرنت AC في هذا الكويل، مظبوط؟ الكرنت AC إيش راح يعمل عندي هون؟ راح يعمل فلكس، والفلكس هذا إيش راح يكون؟ AC ولا DC هذا الفلكس؟ يعني ساينوسويد، وصفه ساينوسويد. هذا الفلكس إيش راح يعمل الآن؟ راح يعمل كابلينج مع هذا الكويل، وكابلينج مع هذا الكويل، مظبوط؟ فعندي هلا إذا كانش AC ما راح يعمل كابلينج بين هذا، مش راح يتولد عندي فولتج بين هذول الأطراف. فلازم يكون هذا الكرنت AC عشان الفلكس هون يكون AC عشان الفلكس دي فاي على دي تي يصير نون زيرو. لو حطيت انا هون دي سي كرنت ايش راح يمر عندي هون؟ راح يمر دي سي كرنت، راح يتكون فلكس هون. لا لا ها تكون ثابت، بتكون فلكس هون ثابت. بتكون بس ما في دي فاي اوفر دي. بحكي انا اول خطوه اذا مررت دي سي كرنت هون بتكون عندي فلكس هون. شو بكون هذا الفلكس دي سي؟ هذا الفلكس الدي سي اللي تكون هل بيقدر يعمل فولتج هون؟ لا. ليش؟ بس اول هلا عندي دي فاي على دي، اولها بالبدايه بس يعني بعد ما هذا فيش عندي دي فاي على دي تي من هون، مزبوط؟ ففي فلكس هون، بس الفلكس لانه دي سي ولذلك ترانسفورم ما بيشتغل على فيش عندي دي سي ترانسفورم. اذا عندي هذا راح يعمل لينكينج لهذا ولينكينج لهذا. هلا شوفوا لما ببدا بقرب هذا الرود هذا لما ببدا بقربه لما بحطه هون مثلا شو بيصير بالكابلينج ما بين بي واس 1؟ بتحسن لانه بصير الماجنتيزم الريلاكتنس بقل. ليش بقل الريلاكتنس؟ عندي ميو اعلى. لما صار عندي ميو اعلى من هون صار في كابلنج احسن ما بين هذول الدائرتين. شو بصير بالفولتج اللي طالع من هون؟ بزيد. هذا الفولتج بضل زي ما هو لانه الكابلنج لسه بين هذول التنين. هلا لما هذا يضل يمشي لحد ما يوصل بالنص بالضبط ويصير سيمتريكال راح يزيد الفولتج من هون، بس بنفس الزياده اللي راح يزيد هذا من هون، مزبوط؟ فراح يصير الفولتج اللي طالع من هون مساوي تماما الفولتج اللي طالع من هون لما يكون هذا بالنص بالضبط. بعدين راح امشي كمان، لما بمشي كمان شو راح يبدا يرجع هذا الفولتج؟ هذا راح يبدا يرجع للحاله اللي كان فيها فيش شيء هون. مين راح يبدا يزيد الان؟ الكابلنج بين هذا وهذا من هون. لما بتحسن الكابلنج بين ايش راح يصير بالفولتج اللي هون؟ راح يرتفع. اذا سميت هذا الفولتج V1 طبعا هو AC وهذا الفولتج V2 as a function of time. إذا طرحت V1 of T minus V2 of T وخليني أفترض أنهم in phase خليني أفترض أن هدول التنين in phase فبقدر أطرحهم كأني بطرح arithmetic. في البداية لما يكون الرد قريب جدا من هون راح يكون أعلى إشي عندي هذا الفولتج. خليني أحط هذا هون يكون البوزيشن تبع الرد، وخليني أفترض البوزيشن تبع الرد بيبدأ من زيرو من هون وبوصل ماكسيمم هون. فهذا هو البوزيشن تبع الرود. لما يبدا البوزيشن تبع الرود من هاي المنطقه في البدايه راح يكون الفولتج عندي هيك، مزبوط؟ اللي هو او زيرو عفوا.
قبل ما الرود تيجي، لما الرود تكون بعيدة كتير مش راح يكون هذا الفولتج مساوي لهذاك الفولتج، وإحنا بعاد كتير راح يبدأ من هون. لما بتبدأ تقترب هاي الرود من هون إيش راح يصير بالفولتج اللي هون؟ يصير أعلى، راح يوصل أعلى قيمة عند النقطة معينة راح يكون هي الماكسيمم اللي بعطيني ماكسيمم كابلينج من هون. بعدين لما تبدأ تبعد عن S1 وتقترب من S2 راح يبدأ التنين يتساوي، مظبوط؟ فعند النقطة بالضبط اللي بالنص البوزيشن بيكون بالضبط بالنص من هون، رح يصير التنين متساويين V1 و V2. مين المنطقة اللي بتهمني من هذا الكيرف؟ هذا طبعا هون عملنا V1 minus V2 والرينج، هذه الرينج طبعا هاي ممكن ما تكونش 100% لينير بس فيها لينيارتي، فبقدر هاي ما بتهمني من هون وهاي ما بتهمني من هون، بقدرش يعني بقدرش استفيد منهم. اللي بهمني بشكل رئيسي ها، وهي ستروك تبع ال LVDT، هاي المنطقة هي ستروك تبع ال LVDT، راح احكي عنها بتفصيل اكثر المرة الجاية. في اسئلة على ال LVDT؟